نتابع إذن هذه المشاهدة، المشاهد التي يقال إنها متداولة وليست أكيدة بأنها تشير إلى الاستهداف بالمسيرة لحقل كورمورو في السليمانية. نشاهد ألسنة اللهب ترتفع، الصور الأولية تشي وتوحي بالفعل بأنه حقل لصناعة الغاز مع هذا الارتفاع الكثيف لألسنة اللهب، ولكن نظل أن نشير إلى أن هذه المشاهد يقال إنها من حقل كورمور في السليمانية. ليست هناك مصادر حتى الآن تؤكد ذلك، كنا قبلها قد أكدنا خبر استهداف هذا الحقل بمسيرة مفخخة في إطار تصعيد الفصائل، على الرغم من الاتفاق الذي أعلن عنه تصعد الفصائل هجماتها. نتحول بهذا التساؤل إلى مدير مكتبنا في العراق الزميل ماجد حميد. ماجد مرحبا بك، يعني تم الاتفاق وإن كان عبر جدول زمني مستمر، رحبت الكثير من الفصائل، لماذا هذا التكثيف يعني؟ نعم، عملية الترحيب هي تمت من قبل أطراف داخل ما يعرف في إدارة الدولة إن كانت سياسية أو حتى من تملك فصائل مسلحة، لكن بشكل رسمي فصائل المسلحة ما تعرف بالفصائل المسلحة أو ما تسمي نفسها فصائل المقاومة المتمثلة بأربع جهات. حتى الآن هي لم تعلن بخصوص موقفها مما تم الإعلان عنه عن بدء المباحثات أو قرب انطلاق المباحثات ما بين واشنطن وبغداد بخصوص جدول انسحاب قوات التحالف. فقط أريد أن أشير بأنه بعد الهجمات التي تمت باتجاه أربيل بطائرتين مسيرتين وتم إسقاطها من قبل قوات التحالف الدولي، الآن هناك هجوم تم قبل قليل بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عين الأسد جنوب، وانطلقت الطائرة من الجهة الجنوبية الغربية للقاعدة، وبحسب المصادر أن قوات التحالف الدولي قامت باستخدام مضادات جوية لإسقاط هذه الطائرة، وبالفعل تم إسقاطها بالقرب من السياج الخارجي. إذن بحسب المصادر الأمنية فأن الطائرة أسقطت من قبل قوات التحالف الدولي عند السياج الخارجي لقاعدة عين الأسد في الجهة الجنوبية الغربية القاعدة، وعمليا الجهة الجنوبية الغربية لهذه القاعدة هي المتمثلة بمنطقة ما بعد نهر الفرات غرب جنوب ناحية البغدادي، والتي تم من خلالها قبل أسبوع إطلاق ما يقارب 20 صاروخ وصفتها الولايات المتحدة بأنها باليستية استهدفت قاعدة عين الأسد. وكما أشرت أيضا هناك تزايد في الهجمات بخصوص هناك تضارب حول ما كانت طائرة مسيرة أو صاروخ تم إطلاقه على حقل نفطي في قرب محافظة السليمانية. هنا أود أن أسألك ماجد، في أي سياق يمكن أن نفسر باعتبارك مطلع على هذا الملف استهداف حقل ينتج الغاز يعني في السليمانية لأربيل وللعراق، يعني ما علاقته بغزة وعلاقته بوجود قوات التحالف؟ نعم، عمليا هناك تضارب حول الجهة التي تقوم بالاستهداف منذ عمليات الاستهداف التي تمت قبل أكثر من عامين. هي هناك عمليات استهداف إن كان بصواريخ كاتيوشا أو طائرات، وأغلب العمليات باتجاه الحقل الغازي تمت بصواريخ كاتيوشا. هناك البعض يقول بأنها منافسة ما بين الفصائل المسلحة للاستحواذ على المنطقة الغازية في تلك المنطقة الممتدة من كركوك وصولا إلى السليمانية، وهناك من يقول بأنها لابتزاز السليمانية أو الشركات العاملة في تلك المنطقة لدفع أموال لهذه الفصائل. يعني هناك عملية تضارب حول الجهة التي تقف حول الهجمات باتجاه الغاز. أما في أربيل فعمليا في الهجمات السابقة في عملية استهداف حقول نفطية كانت تتبنى الفصائل المسلحة عملية الاستهداف، لكن بخصوص حقل الغاز منذ عمليات الاستهداف التي إليها لم تتبنى أي جهة مسلحة عملية استهداف. لكن في عملية الاستهداف باتجاه القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، نحن أمام ثلاث هجمات خلال ساعة واحدة إن كان باتجاه أربيل أو قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. نعم، أختم معك ماجد، كيف يمكن أن نفسر هذا التصعيد رغم الإعلان عن اتفاق، وأنت أشرت إلى هنالك بعض المجموعات لم ترد، رحبت ولا ثمنت هذه الخطوة، بالتالي هل هذه رسائل احتجاجية تريد خروج هذه القوات غدا قبل اليوم، ليست موافقة على الجدول الزمني؟ يعني المشكلة حلت بالنسبة لأي مراقب للشأن العراقي يعني. نعم، هناك عملية الازدياد ربما تأتي كرد على الهجوم الذي تم قبل يومين من قبل واشنطن بضربات جوية استهدفت مقار تابعة للفصائل المسلحة وتحديدا لحزب الله إن كان في بابل في جرف الصخر، تم استهداف معسكرات للتدريب، وكذلك تم
استهداف معسكرات استهداف معسكر بالقرب من مدينة الرطبة في محافظة الأنبار، واستهداف مقر أيضا لحزب الله مما أدى إلى سقوط أحد أفراد عناصر الحزب بالقرب من الحدود العراقية السورية في مدينة القائم. ربما هذه الفصائل أرادت الرد على هذه الهجمات، وهي أكدت من خلال البيانات التي ما بعد القصف الأمريكي بأنها سترد على عملية القصف التي تمت من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، وسؤال أخير ماجد إن سمحت لي، أنت كنت أشرت أن بعض الفصائل رحبت والأخرى لا، هل من إعلان عن اجتماع لبحث هذا الأمر بين الفصائل والأحزاب المكونة للإطار التنسيقي لدراسة هذا الاتفاق والرد عليه بشكل جماعي؟ نعم، ربما يكون هناك اجتماع لكي يقوم رئيس الوزراء لإطلاع الإطار التنسيقي وبعض الفصائل المسلحة الموجودة في من ضمن الإطار التنسيقي ببنود وآلية الاتفاق وآلية المباحثات التي ستنطلق ما بين الولايات المتحدة وبغداد حول الانسحاب. وأكيد بأن رئيس الوزراء سيطلب من هذه الفصائل بوقف الهجمات، وإلا ستقوم القوات الأمنية العراقية بملاحقة مطلقي هذه الصواريخ. من بغداد مدير مكتب الحدث في العراق الزميل ماجد حميد، أشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل.